حياة طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضاوي وزميلي المصور على ميس من القطاع الغربي في جنوب لبنان. عاش القطاع الغربي ليلا، أو عاشت قرى القطاع الغربي ليلا حذرا باستثناء إلقاء العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة ليلا فوق مناطق النقورة وأيضا الظهيرة وعلم الشعب، كذلك باستثناء القذائف، إلقاء قذيفتين ظهرا فوق بلدة عيتا الشعب. كما لوحظ أيضا تحرك بحري إسرائيلي عند قبالة شاطئ النقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما دوت صافرات الإنذار في مقر القوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في القطاع الغربي في النقورة من جنوب لبنان. خلفي مباشرة يظهر في عدسة زميل علي موقع جل العلم أو جل العلام، ونراه يحترق جراء استهداف المقاومة له يوم أمس. وأيضا بحسب بيانات حزب الله بأنه حتى اللحظة تم إلقاء 30 قذيفة هاون إذا نتابع هذا الموقع، موقع جل العلام، وكما ذكرت أنه حتى الآن تم إطلاق 30 قذيفة هاون على جبل دوف بالإضافة إلى النيران المضادة للدبابات من قبل حزب الله. أيضا القصف المدفعي الإسرائيلي بدأ يستهدف أطراف بلدة ترميش في هذه اللحظات. وصدر أيضا منذ بعض الوقت بيان عن حزب الله جاء فيه استهدف مجاهدون مقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق في 20/10/2023 مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبع المحتلة وتلال كفرشوبة، وهي الرمثة، زبدين، الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة. إذن مشاهدين، هذه التطورات في القطاع الشرقي، حيث يشهد القطاع الشرقي توترا الآن واستهدافات لعدد من المواقع الإسرائيلية بحسب بيان حزب الله، وأيضا رد بمدفعية الاحتلال بقصف مواقع في مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. أيضا تم إطلاق 3 مضادات دروع، وكما ذكرت أكثر من 25 قذيفة هاون باتجاه موقعين للجيش بمزارع شبعة. أما بالعودة إلى القطاع الغربي مشاهدينا، في الأمس حصل توتر مع إلقاء مدفعية العدو أو استهداف بلدة الظهيرة وأطراف يارين بالقذائف الفسفورية، هذا بالإضافة إلى استهداف أحد المنازل في بلدة طير حرفة أيضا بقذيفة. بالإضافة إلى استهدافات حزب الله اليوم، في وقت سابق أعلن حزب الله أيضا عن استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة، وهي موقع مسكف عام وخربة المنار وهرمون وموقع ريشة وموقع رامية، مع تسجيل إصابات مؤكدة ما بين قتيل وجريح بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وكذلك بحسب بيانات الجيش اللبناني، عفوا بيانات حزب الله اللي بأكد فيها دائما وقوع إصابات ما بين قتيل وجريح. إذن هدوء حذر يسود في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ولكن التوتر الآن في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وأذكر طبعا آخر التطورات الآن في القطاع الشرقي، حيث يعني يسود التوتر في مزارع شبعة وتلال كفرشوبة وحلتة بعد استهداف مواقع إسرائيلية معادية، كما ذكرنا بحسب بيان حزب الله بأن المواقع المستهدفة في القطاع الشرقي هي الرمثة، زبدين، الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة. إذن هذا بيان حزب الله الذي جاء فيه عن استهدافه
مواقع في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، كذلك مواقع تم استهداف المواقع كما ذكرنا وهي تقع في مرتفعات مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. وكان الجيش الإسرائيلي استخدم القذائف الفسفورية في أجواء السياج الحدودي في مستعمرة مرجليوت ووادي هونين مقابل بلدة حولة أثناء ملاحقة المقاتل الذي قال العدو إنه تسلل إلى داخل المستعمرة ثم تمكن من الانسحاب. وتبدو واضحا يعني في الصور التي انتشرت كيف كان برج المراقبة اللي استهدفته المقاومة يوم أمس ودمرت أجهزة رئيسية عليه، يبدو واضحا الدخان المتصاعد منه. أيضا إشارة مشاهدينا إلى أن حزب الله استهدف في جميع المواقع كاميرات المراقبة على طول الخط الحدودي، إن كان في القطاع الشرقي تحديدا في كفر كلا والعديسة، على طول هذا الخط حزب الله استهدف كاميرات المراقبة وأيضا تم إصابتها وتدميرها. وبالتالي لذلك نسمع دائما التحليق المكثف الطيران الاستطلاعي والتجسسي في الأجواء اللبنانية في محاولة طبعا للمراقبة عوضا عن هذه الكاميرات. فينا نحكي عن 90% من كاميرات المراقبة تم استهدافها من قبل حزب الله في على طول الجبهة الحدودية. خلفي مباشرة في القطاع الغربي كما ذكرت يسود الهدوء الحذر في كل المناطق، إن كان في الظهيرة أو علم الشعب أو عيت الشعب في القطاع الأوسط. ولكن إشارة مشاهدينا إلى أننا قمنا في زيارة إلى وحدة إدارة الكوارث في مدينة صور صباحا وجلنا في المدارس الثلاثة التي تم استحداثها تم فتحها لإيواء النازحين من هذه المناطق الحدودية. الوضع بالفعل صعب جدا، العينة من المواطنين من بلدات الظهيرة وبنت جبال في الشرق والغربي نقلوا لصوت بيروت انترناشنال المعاناة من نقص الأدوية، من نقص المواد الغذائية وأيضا من الفرش والبطانيات وإلى ما هنالك من مستلزمات ضرورية وحاجيات أساسية للمواطنين النازحين. كذلك الإدارة وحدة إدارة الكوارث نقلت عبر صوت بيروت انترناشنال وألقت النداءات لجميع الخيرين بالمساعدة. بلغ العدد الإجمالي للنازحين حوالي أو تخطى 4000 نازح، أما العدد الموجود الآن في المدارس هو حوالي 1100 نازح، ونتكلم في كل القضاء عن أكثر من 4000 نازح من المناطق الحدودية. بلدة الظهيرة والبلدات المجاورة أخليت بالكامل من السكان بسبب القصف المكثف الكثيف جدا، وكذلك ألقاء الجيش الإسرائيلي للقذائف الفسفورية في مناطق القطاع الغربي. لذلك يمكن الحديث عن أن بلدات الظهيرة وعلم الشعب وبعض البلدات المجاورة تم إخلاءها من السكان ونقل ساكنيها إلى هذه المراكز، مراكز الإيواء، باستثناء بلدة علم الشعب حيث يصر عدد كبير من السكان حوالي 40 شخص طبعا على البقاء في بلدة علم الشعب والسهر على حماية ممتلكات أهلها وأيضا على حماية المنازل ربما لضمان أمن وسلامة طبعا المنطقة. لذلك يمكن الحديث عن أن هناك إصرار لدى بعض أهالي الجنوب وتحديدا بلدات القطاع الغربي في البقاء في منازلهم رغم الخطر ورغم إلقاء العدو للقذائف الفسفورية بشكل مستمر. أيضا إشارة مشاهدينا إلى أن التطورات هنا بحسب التحاليل هي رهن التطورات في قطاع غزة. إذا تدحرجت الأمور في قطاع غزة وبات اللجوء الدخول البري عفوا إلى غزة مؤكدا، وفي الأمس في اجتماع الكابينت كان واضحا بأن الخطة البرية باتت جاهزة ولكن بانتظار التصديق عليها وإعلان موعد الاجتياح والدخول البري إلى مدينة غزة، وبالتالي كل التطورات التي نشهدها هنا في جنوب لبنان هي رهنا بتطورات غزة. إذا تدحرجت الأوضاع في غزة فإن الأوضاع في جنوب لبنان بحسب التوقعات والتحليلات فإنها حتما ستتدحرج، لأن حزب الله ومن خلفه لن يريد طبعا لن يسمح أيضا بالاستمرار بتدحرج الأوضاع في فلسطين وتحديدا في مدينة غزة. ولكن في المقابل المساعي لفتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى مدينة غزة قد تشكل عامل إيجابي في هدوء الأوضاع أقله ولو كان بشكل مؤقت في المدينة. على كل حال نحن نرتقب وننتظر الساعات القليلة المقبلة والأيام القادمة
لنرى ماذا ستحمل من تفاصيل جديدة لموفاتكم بها. أبقى معكم من الجنوب أترافق أنا وزميلي علي من القطاع الغربي، دائما إلى اللقاء.